كثير بنشوف احيانا اشخاص بتكون شغلته العلميه والعمليه بعيدا تماما عن المواهب وعن القدرات عنده، يعني ممكن نشوف اليوم ناس بعيدين بالمجالين تماما. صحيح رشا، وبصباحنا غير نحن استقبلنا كثير من الاشخاص اللي مهنتهم شيء وعندهم موهبه مختلفه تماما، وضيفنا لليوم متميز. يعني اليوم طبق المثل على ضيفنا لليوم، شو لم الشامي على المغربي. ضيفنا لليوم هو طبيب الأسنان الدكتور أحمد الحسن، وهو كوتش وبطل في كمال الأجسام. يسعد صباحك حكيم. صباح خير. نقول لك دكتور أو نقول لك كوتش؟ اجمعيهم، ما ضحك. يسعد صباحك، شرفنا دكتور. يا هلا، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. دائما أكيد بيسألوك هذا السؤال، طب الأسنان والرياضة كيف قدرت تجمعهم مع بعض؟ والله هي بانة سهلة، يعني فيها صعوبة كثير، وخاصة مجال طب الأسنان بيحتاج شوي يعني هدوء بالعمل وفي شيء تقني يعني، ولعبة الحديد بتطلب قوة وصرامة بس يعني حاولت قدر الإمكان، لأن في عندي شغف موضوع رياضة، حاولت أجمع بين هالشغلتين وكان في صعوبة يعني، فالحمد لله يعني مشيت. هي الصعوبة وين بالضبط؟ الصعوبة أولا كرياضة عادية إذا بدك تمارسيها ما أنا مشكلة، عرفت كيف؟ ما بتأثر كثير على مهنتك كطبيب أسنان وكعملك، بس لما بنفوت موضوع الاحتراف نوعا ما وتجهيز بطولات هذا الشيء كثير بيأثر بالوقت وبالموضوع الأكل، موضوع الدايت، موضوع النفسية كلها بتأثر على عملك، فهذا شوي أثر بعد فترة يعني من التحضيرات لبطولات أثر على موضوع العمل نوعا ما، بس بالرغم من هيك حاولت جاهدا يعني يضل يعني عمل توازن بين المهنة والرياضة، وكملت لفترة معينة، بس بعدين خلص يعني صار الوضع الحجم صار عن بعد المرضى عن تماما يعني هذا الشيء بيعمل فوبيا احيانا عند المريض. يعني دكتور احيانا بتضطر تلجأ اليوم للعضلات اذا المريض اليوم ما تقيد بالتعليمات؟ ما في ما يتقيد يعني بدون ما نحكي. حتى نحن بشكل عام يعني في نظره للاعب الحديد انه بيعمل مشاكل شو كذا، صدفا يعني احيانا منظر الشخص بينفذ او بيبعده عن كثير مشاكل ممكن تصير معه بالحياه او مشاكل يعني مع اشخاص، بس بدنا هذا المنظر يكون حقيقي حكيم، ما يكون عباره عن هرمون وهدول القصص، يعني صرنا نشوف القصه وصلت للاوفر بشكل كثير كبير. تماما. هلا ليكي للأمانة الأجسام الطبيعية بالبلد اللي ممكن توصل لمرحلة الوقوف على المسرح كتير صعبة. صحيح. عرفت كيف؟ خاصة إذا بدك تشاركي ببطولات دولية وحتى بطولات داخلية. الأجسام الطبيعية اللي جيناتها كتير قوية قلائل جدا وممكن توصل لمرحلة معينة ما عاد فيها تتطور. نحن موضوع الهرمون هي لعبتنا لك. أنا بحكيها بصراحة والعالم كلها بتقول لي ليش بتحكي على التلفزيون هيك، هي لعبة منشطة بالنهاية، لذلك غير مصنفة بالألعاب الأولمبية. طبعا مو كل مين أخذ هرمون وصل أو صار جسمه، الأساس هو جينات وراثية اللي بتساعد على تطور الجسم سنة بعد سنة. يكون في أساسيات. لكن الجينات الوراثية هي المورثات، هي اللي بتخليك تتطور، لأنه بتشوفي ناس تاخذ كذا بتوقف على حد معين ما عاد تتطور. نحن الحمد لله يعني انا يعني هلا ابني مثلا صح صف تاسع بس بتشوفي جسمه بتقولي هذا مارس الرياضه له سنين على سبيل المثال. ايمتى بتشتغل معه؟ اكيد عم تشتغل معه بموضوع الرياضه. من ايمتى بلشت؟ انا؟ ايه بلشت مع ابنك انت؟ لا له 5 شهور فقط. فقط؟ ايه هو صف يعني عمر 15 سنه. بس غريب ناوي مو من عمر بكير يعني بلشت معه. هلا البنيه بتختلف احيانا من شخص لشخص، هو بنيته منيحه الحمد لله، عرفت كيف؟ كطول وكجسم، فما لنا مشكله، الرياضه دائما حتى باعمار مبكره، بس بنتفادى بعض الامور احيانا نتيجه انه لسه العظم مثلا شوي طريق او شيء، في حركات معينه ما بنعملها بنقص عليه، بس هيك يعني. موضوع الهرمون مثل ما حكينا صار في اوفر بعض الناس اللي عم ياخذوا وعم يلجأوا للشيء الزيتي او الحقن الموضعي السيليكون بنسميه نحن، فهذا كثير عم يسيء للعبه وعم يسيء للاشخاص ولصحه الاشخاص، لانه هي الدور الموضعي عم يؤدي لاحيانا تليفات كبيره بتؤدي لسرطانات، فهي اللي عم تعطي احيانا
المنظر المزعج للاعب كمال إسلام. كنا عم نشوف عدة اللقطات لحضرتك من إن كان من تدريب وإن كان من بطولاتك. أول شيء بنقول لك ألف مبروك. الله يبارك فيك. كان لك مشاركة بمسابقة سيد الكون، يعني هو الاسم لحاله ملفت. الاسم ملفت يعني. صح، هي البطولة كانت بلبنان. نحكي عنها أكثر. تماما، هي كل سنة بتصير بطولات أحيانا دول مختلفة، بس يعني نحن ارتقينا هاي البطولة نشارك فيها، كان اسمها دايموند كاب السنة الماضية، السنة سموها الاتحاد سيد الكون أو مستر يونيفيرس. هلا ما بيهم التسمية، بيهم المشاركة يعني بالنهاية. صحيح. كان في 11 دولة من إيران، من العراق، طبعا أكبر عدد كان العراق مشارك، ونحن السوريين، بعدين في إيران، من مصر، من لبنان، من الأردن، من دولة أجنبية ما عاد أتذكر شو اسمها. إيه كانت منافسة كثير قوية، والحمد لله يعني أنا بعد انقطاع 4 سنين عن التحضير، وبعد إصابة قوية بصدري يعني من سنة ونص، كانت يعني تقريبا وقفتني عن الرياضة، كانت رح توقفني عن الرياضة، بس الحمد لله تجاوزتها. قدرت أحصل فضيتين، لأنه شاركت فئتين، فئة الماسترز فوق 40 سنة، عمري 44 سنة، العمر كله الله يسلم عمرك، وفئة الرجال أخذت فضية بالرجال وفضية بال، كنا نسعى للذهب يعني، وكنا قريبين جدا منها، بس إن شاء الله إن شاء الله طالما في هذا الطموح وهذا الإصرار اليوم لأنك توصل للذهبي، حنوصل أكيد إن شاء الله. الحمد لله. بالنسبة لموضوع بدي احكي فيه كثير، تفضل. تفضل. انا بس بدي اسالك قبل ما ننتقل لموضوع جديد، هو موضوع المنشطات اليوم اللي ذكرتها حضرتك، حتى لو اخذنا منشطات ايضا لنوصل لكتله عضليه وجسم متناسق، اكيد مو بس منشطات، في شغل عم بيكون. خلينا نحكي عن نظام حياتك وروتين حياتك اليوم بعد هاي السنوات لتقدر تحافظ على هاي البنيه العضليه. هلا في شيء اثناء تحضير البطولات وفي شيء خارج تحضير البطولات، في شيء فري دكتور في شيء فري لتلي. اكيد اكيد طبعا، لانه الجسم ما بينبنى صح اذا ما كان في فتره اوف سيزون تدخلي له الاكل اللي بيحتاجه الجسم، الدسم والحلول كلياتها مشان تطور الجسم. فتره التحضير دائما تمتد حسب البطوله يعني من 5 شهور لست شهور. تمام. فتره تحضير البطوله واحيانا اكثر بتكون حسب اهميه البطوله، حسب جسم الانسان كيف جاهزيته لما بده يجهز. طبعا فيها كثير نظام، اوقات معينه للوجبات، للفئه بكير، لل التمرين، يعني في نظام كثير صارم بدنا نمشي عليه، خاصه موضوع الاكل، يعني احيانا بنوصل ل7 وجبات في اليوم. فتخيلي يعني انا عندي غرام بموضوع انا تحضير الوجبات، وجبات الاكل. ايه طبعا المدام بتساعدني بالبيت وهي القصص، بس يعني اكيد نوجه لها تحيه، اكيد هي الداعم الاساسي كان بهالموضوع. بس انا عندي هي الغرام بشغل، فهذا بياخذ وقت، بيستهلك وقت اكيد، يعني دائما هذا الشيء بيخليك. عم نحكي عن 7 وجبات يعني. ايه يعني احيانا بنوصل ل7 وجبات، يعني اذا بدي فيها من 7 الصبح و11 بالليل او 12 بالليل واقف وجباتي فيها 7 وجبات. صحيح الوجبات هيك بتكون 15 بيضه كثير عدد كبير مثلا من الصفحات، يمكن هذا يعني الحكي المبالغ فيه ولا لا؟ يمكن بموضوع التنشيف ممكن تاخذ هدول كل مرحله الى كميات معينه، عرفتي كيف؟ دائما نحن موضوع الاوفر بالاكل يعني هي بتتبع حسب كل شخص، يعني مثلا انا فرضا شخص ما بتقبل البيض على سبيل المثال، ما فيني اكل 15 بيضه، ممكن مشي 6 بيضه 7 مثلا، بس بعوضه بشيء ثاني مثلا، في مصدر ثاني للبروتين، طبعا في دجاج، في لحم، في مكملات غذائية، فيها بروتين، يعني هي ال. دكتور شو، خلينا نرجع كوتش أحمد للبطولات، كنا عم نحكي عن سيد الكون وكان لك مشاركات قديمة، كان لك على مستوى 5 وأخذت المستوى الأول، بالإضافة لمشاركات أخرى، نحكي عن هدول المشاركات، عن التكريمات اللي أو الجوائز الميداليات. هلا أنا بلشت اللعب طبعا من 97، كنت وقتها سنة أولى جامعة، طبعا بشكل بالحاره طبعا انه يعني شباب عم نلعب رياضه وهيك، كملت بشكل طبيعي طبعا، ولا شيء اسمه هرمون ولا شيء اسمه مكملات، لحد عام 2000 شاركت ببطوله بحمص، اخذت اول. طبعا ما عندي اي فكره كنت عن نظام الدايت، عن نظام ال يمكن كانت الشعله، هي المسابقه كانت الشعله لتبني هذا الحلم، وما كان في اي موجه الي، يعني دائما اي شخص بده يوصل للمسرح لازم يكون في حدا فوقه وعم يجهزه، صحيح، عنده معرفة، عنده دراية بالتحضير. أخذت أول، شاركت بعدها ببطولة الجمهورية نفس السنة بالعام 2000، أخذت رابع، بعدها سيد شاطئ أخذت سادس. وقفت الرياضة بال 2002 تماما،
لحد 2014، اخر 2014 رجعت على الرياضه. بسنه 2015 كمان رجعت لتحضير بطولات، طبعا مع حرمه. هي كانت البدايه يعني. الحمد لله توفقت في هي السنه، اخذت اول جمهوريه درجه ثانيه، ثالث جمهوريه درجه ثالثه، وثالث في سيد الشاطئ بنفس السنه. السنه اللي بعدها اخذت اول بجمهوريه درجه اولى بسنه 16، وجمهوريه وسيد شاطئ كمان المركز الاول. بال 2017 شاركنا كنت ببعثه منتخب على الجزائر بطوله المتوسط، كانت هي اول بطوله خارجيه بشارك فيها، طبعا خلال فتره قصيره تعتبر يعني. انت انا فايت موضوع البطولات من سنه 2015 يعني، وصلت بالمنتخب، فهذا كان انجاز يعني كان بالنسبه لي. وشاركت اخذت مركز خامس ببطوله المتوسط هي بال 2017. بال 2018 دائما البطل بس يشوف في تطور بجسمه كل سنه، فبيحفزه هذا الشيء، فهذا الشيء مثل السوسي بنسميه نحن عند اللاعب، بده يضل يلا خلاص يلا. ايه تماما، ايه بتصير هاجس يعني. بال 2018 طلعنا على البحرين بطوله غرب اسيا، شاركت بوزن زائد 100 اخذت ذهبيه. والحمد لله الله كرمنا فيها يعني، وفعنا علم سوريا بالبحرين. الحمد لله. بال 2019 باشرنا التجهيز لبطوله اسيا وبطولة العالم، صار شوية ظروف منعتنا من التحضير ووقفنا وقتها، اجت فترة كورونا والأزمة يعني. وبعد سافرت واجيت وصار في إصابة، فهي وقفت نهاية الفترة، بس الحمد لله رجعنا، ورجعة كانت الحمد لله قوية يعني. طيب. ان شاء الله منورتكم ان شاء الله. دكتور قبل ما نروح نشوف كليب لحضرتك، صراحة اليوم ميولك طبي أو رياضي؟ رياضي. واضح رياضي. لا تمام. كل المرضى صاروا يعدوا للألف قبل ما يفوتوا على العيادة. ايه هلا بيني وبينك يعني موضوع المرضى، في بيجيني ناس مثلا بحولهم لأصدقاء إلي بمراكز. هي هيك العيادة السنية إلها فوبيا عند الأشخاص. تماما يعني، أنا لما بدي أروح لعند طبيب أو أي شخص بيحسب حساب الموضوع، فما بالك بس يشوف ما هو دائما لما نروح لعند دكتور اسنان بنقول انه جربته ايده خفيفه، فانت يعني ما شاء الله عليك. لا فينا للأماني قال ما في داعي للتجربه للأماني. لا موضوع الشغل ايدي خفيفه. خلينا نحكي هيك بموضوع شوي يعني مختلف، بعد 25 عام بعالم الرياضه، دائما بنحكي بسوريا عن صناعه نجم، صناعه فنان، اليوم في عندنا صناعه نجم رياضي بسوريا؟ للاسف لا. بس يلمع نجم اي رياضه بتحسي ما يعني، عندنا احنا في شيء كثير نفتقده، موضوع السبونسرات او الرعايه لاي رياضه، وخاصه بالالعاب الفرديه اللي نحن دائما يعني متميزين فيها رياضيا، بس بالدعم متراجعين تماما. عرفت كيف؟ هذا اللي بنفتقده، خاصه لعبتنا لعبه مكلفه جدا بالنسبه للاكل والمواد والمكملات وحتى ظروف السفر. لذلك الاتحاد الرياضي يعني مشكورا عم يقدم اللي فيه عليه. عرفت كيف؟ اما انه الموضوع صناعه نجم بدها شركات داعمه وبدها دعم كثير، مع انه نحن كثير عم نشوف اليوم في بطولات فرديه، الرياضي السوري اليوم قدر يثبت حاله بكثير محافل، ولكن عم تكون اجتهادات شخصيه يعني، عم يكون رياضي ومدربه فقط. تمام. شغل او مبادرات ذاتيه. الدعم المادي اللي عم يجي عم بيكون كثير قليل، احيانا بيكون من اشخاص مؤمنين بهذا الشخص، عندهم محبه لهي الرياضه، بيحبوا انه يشوفوا هذا الشخص مثلا متميز، ممكن يقدموا له شويه دعم، بس انه شيء خاص مثلا مثل بلاد برا او بعض الدول بصير في مثلا على سبيل المثال يعني. اهم شغله مثلا انا عم مثل سوريا بمحافل الخارجيه، ممكن اجيب ذهب، ممكن اجيب نتائج كثير مميزه. موضوع الاكل، طيب في كثير محلات او مطاعم دايت مثلا، ليش مثلا ما يكونوا في عقد بينه وبين هذا البطل اولا تسويق الاكل اللي عندهم ودعم هذا البطل لهذا الشيء؟ هذا الشيء بنشوفه كثير بدول الخليج يعني. او بالدول الاوروبيه. موضوع المكملات، صح ما عندنا شركات خاصه للمكملات، بس في كثير ناس بيجيبوا مكملات وبيستوردوا بطريقه معينه، فيهم يدعموا هذا الشخص، بس عندنا هي الثقافه ما أنا موجوده، بيقول لك شو بدي استفيد؟ شو بدي اصرف عليه؟ صراحه يعني سمعانا من كثير اشخاص، لذلك هذا الشيء عم يخلينا شوي متراجعين. تبرد الهمه شوي. تماما، يعني مثلا بعض الابطال الخارجيين العراقيين او شيء مفتوحه لهم، لكن الاكل هو الاكل الاساس، نحن 70% من لعبتنا. نحن عم صناعه بطل، هذا المفروض اليوم يكون في امكانيات كثير مفتوحه قدامه. ما للاسف ما في شيء، يعني حتى موضوع
بحثيه، وعذرا من اللي بده يزعل او لا، موضوع السفر كان حسابنا. موضوع السفر حتى على البطوله كان حسابنا بشكل كامل. عرفت كيف؟ هلا شو ظروفهم شو امكانياتهم ما بعرف، بس كمان هذا عبء، عبء كثير كبير يعني. هلا انا عم جهز لبطوله بدبي وبالفجيره يعني بالامارات، يعني كمان فيها تكلفه كبيره يعني رح تكون بالنسبه للسفر، بالنسبه لتكلفه الطياره نفقه ذاتيه رح تكون. تماما. نتمنى اليوم صوتك يوصل عن طريق الإخبارية ويكون لكم كل هذا الدعم. اليوم نحن فخورين بحضرتك وبكل بطل سوري اليوم عم يقدر يقدم رغم كل الإمكانيات الضعيفة ورغم كل الشيء اللي عم بنعيشه. دكتور هيك سريعا، اليوم قد ايه حلوة المنافسة الإيجابية الغيرة؟ أكيد أكيد طبعا، نحن بنغامر بعض بلعبتنا ونحاول نطور لحتى نسعى يعني حتى إيجابي؟ إيه طبعا بشكل إيجابي. أكيد هلا في ناس شوي عندها بيكون حسد، حقد، كذا، بتصير يعني بأي مجال، إن كان مجال رياضة، إعلام، أي شيء، بس الحمد لله نحن يعني مترفعين عن هالشيء، كبرنا الحال أصلاً. كبرنا، ملينا. إيه يعني خلاص صار بالعكس، الشخص اللي قابلك بجيب نتائج بتحسي إنه لازم أنت تطوري حالك لحتى أنت كمان يلمع اسمك وتطوري برياضتك. بتمنى لكم كل التوفيق ونشوف اسمكم دائما عم يمثل سوريا خارجيا. دكتور بدي اتشكر حضورك لليوم، طبيب الاسنان احمد الحسن كمان، والكوتش في مجال كمال الاجسام، شرفتنا ونورت صباحنا اليوم. اكيد نورتكم، اهلا وسهلا فيك، اكيد نتمنى لك كل التميز وتحصد الذهب بكل المسابقات القادمه. اهلا وسهلا فيك.